وعاد للانضمام إلينا مرة أخرى للحديث عن أوضاع النازحين عضو المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب السيد عمر الفرحان، أهلا بك مرة أخرى. كنت قد سألتك عن لماذا تنزح العائلات مجددا إلى المخيمات بشكل عكسي، ما هي أوضاعهم؟ هل لك أن تصفها لنا؟ نعم، تحية لك وللمشاهدين. قلنا قبل قليل أن هناك عدة عوامل أدت إلى الهجرة العكسية من قبل في هذه المحافظة والمحافظات التي تشهد انفلاتا أمنيا واسعا بسبب ضغط الميليشيات والممارسات اللا أخلاقية واللا إنسانية التي تقوم بها القوات الحكومية. هذا كله ينعكس سلبا على حياة المدنيين بشكل عام، حينما ينعدم الامن وعدم وجود مقومات الحياه وهناك يعني اهمال متعمد في البنى التحتيه وتوفير الخدمات لهؤلاء المدنيين، بالتالي تكون هناك هجره عكسيه قد نراها الان هي في يعني قد هجرت بعض العوائل في 35 بلغت اكثر من 7000 عائله، وعفوا ايضا هناك في محافظه صلاح الدين اكثر بكثير من هذا العدد، فان العدد يتزايد خلال الايام القادمه بسبب شحه المواد وبسبب الممارسات والتضييق الحكومي على هذه المناطق بشكل مستمر، لا سيما ان هذه الاوامر تضيق على هؤلاء المدنيين في هذه المحافظات تاتي من دول صينيه، لا سيما هي ايران التي باتت تشكل الخطر الاساسي على حياه المدنيين في داخل. برايكم استاذ عمر، ما الدور الذي تلعبه الميليشيات في النزوح العكسي للاهالي؟ يعني لماذا لا تقوم القوات الامنيه بدورها في حمايه الاهالي؟ نعم، الان يعني بشكل رسمي هي العراق هي سلطه الميليشيات ولا سلطه غير سلطه الميليشيات، والامر والناهي هو الميليشيات، وبالتالي لا يمكن لاي جهه ولا اي منظمه ولا اي رئيس حكومه ولا رئيس جمهوريه أن يفرض رأيه أو يقوم بعمل مخالف لعمل الميليشيات، وهذا صراحة يكون ضمن دائرة الاستهداف الذي تقوم به الميليشيات ضد هؤلاء من يقوم بمحاولة الإصلاح ومحاولة أن تكون هناك دولة آمنة في العراق. طبيعة الميليشيات هي هذه، هي التدمير والقتل والتهميش والاستغلال والهجرة وغيرها من الامور التي تؤديها بشكل صريح وواضح لاجندات تخريبيه، وبالتالي فلا توجد هناك اي زياده او اي اراده حكوميه بان تكون هناك امن وامان في هذه المحافظات، والا كان هناك غير راي اذا كانت الحكومه تتعامل بشفافية، تتعامل بحكمة، تتعامل بحقوق الإنسان، تتعامل في ضمن إدارة سليمة ورشيدة لكان الأمور تختلف، ولكن الميليشيات هي من تحكم والحكومة هي تابعة للميليشيات عكس ما يقال قديم. كان معنا من بغداد عضو المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب السيد عمر الفرحان، شكرا جزيلا لك.